أنا اسمي سعيد إسحاق جد غب يوسف من قرية إحدى قرى ملوي اسمها قرية الإدارة تابعة لمركز ملوي محافظة المنيا. أنا واحد من 10 في إخواتي، لي 5 إخوة رجال ولي 4 أخوات. أخويا الكبير اسمه بطرس إسحاق، وأخويا الثاني على طول مباشرة جد غب إسحاق، وأنا الثالث في إخواتي رجالة، وبعد كده لي أخ اسمه عيسى إسحاق، موسى إسحاق، سامح إسحاق. البنات 4، أخت اسمها رفقة ورحمة، وأخت اسمها رحيل، وربع أخت اسمها نعمة. كلهم نشكر الرب، ناس مؤمنين وأتقياء. لنا كان لي أب تقي يخاف ويقدر الرب، وأم تقية لسه روحت 26/12/2015 اللي عدى. أنا اتولدت في بيت مع عمامي، عائلة كبيرة، وكنت في خلال 6 شهور الأولى حصل لي أن أنا أصبت بشلل نصفي. فطبعا الطب ما كانش وصل ملوي كما يجب في سنة 74، ولا كان حد يعرف حاجة عن حاجة اسمها شلل الأطفال ولا شلل النصفي. الدكاترة بتوع البطنة ابتدوا يقولوا ده موضوع سخونة ويعدي. كان الوقت دويتي خد الشلل مجرى في حياتي. في خلال 6 شهور الأولى من حياتي دي كانت حياة صعبة، جسمي ابتدى يكبر، حالتي الصحية ابتدأت طبعا مفيش حركة خالص، تدهور، كنت ممكن أكسح في الأرض. خدني أبويا وطلع بيا على مستشفى اسمه مستشفى أبو غيش في القاهرة. وفي الوقت دويتي طبعا كان ابتدأ يعملوا لي عمليات جراحية، ابتدأ أكتر من عملية اتعملت في الوقت دويتي. برضو ابتدأ الأمر يحتاج إلى جهاز حديد أمشي به فترة طويلة. بعد كده ابتدأ كمان تطورت العملية إن أنا بدل مع عكاز واحد بقى عكازين، كنت ماشي مع عكازين. وأنا في الحالة دياتي على فكرة ما كنتش أعرف حاجة عن الله ولا أي حاجة. ابتدأ أبويا يشجعني على اجتماع مدارس الأحد في البلد، والبلد بتاعتنا كان بلد فيها كنسين وما زالوا كنسين لغاية النهاردة، كنيسة الإخوة بالإدارة وكنيسة إنجيلية تبع قسيس كان اسمه ثابت حبيب. ابتدى قسيس دويت يحضنني في البلد عنده، ابتدى الإخوة اللي جايين بمدارس الأحد في الإخوة عندنا يحضنوني، ابتدى يشجعون على قراية الكتاب المقدس عهد الجديد من خدمة الجرعونيين في الوقت دويت. برضه ابتدأت إن أنا مراحل تعليمي، حضرت مدرسة ابتدائية في البلد، وبعد كده دويتي بلدنا مفيش مدرسة، كان إعدادية الكلام دويتي، كان سنة 87. ابتدأت أحضر إشمونين الإعدادية في الفترة دياتي، خدت 3 سنين في إشمونين الإعدادية، وما كانش فيه وسائل يا حبايب
ان انا اخويا مكنني، ممكن يوصلني بعجله، وكان عايز حد يجيبني لان المشوار كان حوالي من كيلو ونص 2 كيلو، وكان مشوار بالنسبه لي وانا كان سني في الوقت دويت حوالي من 13 سنه، ما كنتش اقدر امشي وحدي برضه في نفس الوقت. ابتدى مراحل التعليم، خدت مرحله صعبه، واحد وديني واحد يجيبني. بعد كده دويتي جبت مجموع ثانويه عامه. أبويا فكر قال طب أنا هوديك إزاي ثانوية عامة في ملاوي، ومين هيوديك ملاوي؟ أقول لك أنا هوديك أقرب بلد ليا، في كان في بلد جارنا اسمها نواي، دي نواي كان فيها ثانوية تجارة، خدت بدبلوم تجارة سنة 93. بعد كده دويتي ابتدأت أفوق للدنيا وأعرف إزاي إن أنا محتاج للتعليم في رغم الظروف الصحية، برغم التعب اللي أنا كنت فيه، لكن عملت مقايسة صعبة على نفسي ودخلت من الدبلوم التجارة على معهد فني تجاري في أسيوط. في الوقت دويت برضو الأمور ابتدت تصعب عليا في المشي وفي الحركة وفي السكن، عايز أقعد، عايز أعيش إزاي وحدية، عايز أكل إزاي وحدية، أتعلم إزاي وحدية. لكن أتاري إن فيه يد كانت بتترفق بالفتى الضعيف أينما يوجد، وكل خطوة أنا كنت بأخطيها ألاقي الله ماسك إيدي، والله بيقودني، والله بيرشدني. وده الكلام اللي بيقوله المغنم رب رعي فلا يعوزني شيء، مزمور 23. رغم ذلك أكرمني رب في الوقت دويته وأنا في المعهد، كنت قدمت تعيين معوقين فتعينت في مدرسة ابتدائية، فابتدأت أن أنا أكون في المعهد وأرقب في نفس الوقت أتابع عمل إداري في المدرسة الابتدائية. لحين ما يسرى بصيت لما لقيت كده ربنا كرمني، خدت المعهد وأنا شغال في المدرسة الابتدائية. ابتدأت إن أنا أبويا كلفني بإدارة عيلة كبيرة، أنا مش كدها مش كد المسؤولية، وخلاص يا حبيبي أنت كده شوف بيتك شوف مصالحك. طب يا بابا أنا تعبان، قال أنت زي بعضه، أنت أقرب واحد ليا. كنت فعلا أنا أقرب واحد لأبويا في مراحل مرضه في غروح سنة 99، 11/3 سنة 99. لكن قبل ما يروح كان خدت منه بصمات رائعة شجعنا على حضور الاجتماعات، وبالأخص اجتماع الإخوة حبايب، شجعنا على قراءة الكتاب المقدس والتفسير اللي كان دايما يقتبسها من بعض الشراح الخدام الأفاضل ويزودني بيها، حضرني معاه المجامع، كان مجمع كان واحنا صغيرين في مجمع أنجي هانم قبل ما يبقى في ملاوي، المجمع العام كان في مجمع في المنيا، في مجمع ايضا كان في ملاوي، مجمع في دير البغشة. المجامع دياتي عملي زي ما تقولوا تاسيسه، التاسيسه ديت على اساس ان انا اقدر اقاوم بيها التيار الجارف الصعب اللي انا فيه. ابتدى عرفني كمان على خدام الرب، تعرفت على الدكتور ماهر صميل، كان مشجع كبير بالنسبة لي. لما كان يقابلني في المجمع كان يقول الكلمة ديات اللي مش قادر أنساها أبدا، ازيك يا أسعد سعيد، وأنا الحق كنت فخور بالكلمة دي، أقول له سعيد أنا سعيد ما دمت مع مخلص. على فكرة يا دكتور ماهر، ما دامت أنا مع المسيح أنا أسعد سعيد فعلا، لكن لو أنا بعيد عن المسيح أنا أتعس إنسان على وجه الأرض. المهم بعد كده مباشرة أبويا كان روح، وصل 11/3/99، ابتدأت أن أنا أمارس عملي لغاية ما دخلت تعليم مفتوح، تحصلت حتى كمان تاني على بكالوريوس تجارة ومحاسبات وماليات. في الوقت دويتي كنت أنا ما زلت برضو موظف وبشتغل في التربية والتعليم. فترة اللي أنا عايز أقول لكم عليها إن أنا مريت في مرحلة صعبة، صعبة جدا، من جهاز حديد، من كسيح لجهاز حديد لعكازين في الإيد. بعدها بشوية رب أكرمني بعكاز واحد أسند عليه وأمشي عليه ومارس عملي. لكن في الوقت دويتي أنا شاعر بمعونة إلهية
ودايما في بالي كلمات الرسول بولس اللي كان يوصي بيها كنيسة روميا تنفع لينا النهاردة في روميا 8:28، إنما كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. رغم الظروف الصعبة اللي أنا بعيشها وكنت بعيشها وحاليا أنتم بتشوفوها، أنا عايز أقول لكم إن الله إله التعويضات بيعوض عن أمور كثيرة في حياتي، وأشكر رب من أجل إله التعويضات. يعني في أثناء ما أنا في القحط والعجز الكل ده، لكن لما لاقي أن الله بيشجعني مرة تلو الأخرى، مرات كثيرة كنت أمر في ظروف صعبة، لو أنا قاعد مع نفسي، لو أنا تعبان، لكن ألاقي بعد ما أمنت بالرب يسوع ودخل وسكن جوه حياتي اتغيرت كل الأمور اللي كنت فاهمها عن نفسي. أنا كنت أعرف نفسي كويس إن أنا عاجز عن خدمة نفسي، إن أنا فاشل، إن أنا ما شقدر أخدم نفسي، إن أنا فيه أمور كثيرة نقصاني، لكن أتاري أن الله كان لي خطة في حياتي، وعلى فكرة الله لي خطة في حياة كل واحد فينا. أنا لا أنسى يا حبايب أن أنا كنت في المدرسة وأنا صغير الإعدادية، كان الأستاذ في الدين المسيحي يقول يا ريت تدينا الحصة النهاردة، كان بيشجعني. ولما كبرت ورحت سنة وتجاري نفس الكلام، كان لي مدرس عزيز على قلبي وروح السماء حاليا، كان يقول الحصة دياتي مش حصتي أنا لكن حصة الأخ سعيد، نفس اللفظ. تم اشتراك على مادة في مادة الرب يوم لحد الموافق 10/10/93، وبعدها كملت دراسات عادية. لكن بعد كده أنا لا أنسى أن كانت بالنسبة لي فترة اللي عدت والمرحلة، أنا بندم على كل فرصة عدت مني وكل وقت عدى مني، كنت بندم لأجل الإعاقة والكلام اللي كنت ممكن في استعداد أن أنا أجرح نفسي بيه. لكن لما تعلمت وتيقنت كويس أن كل الأشياء بتعمل الخير للذين يحبون الله، ده شجعني على دراسة الكلمة والاعتكاف على الكلمة في وقت مناسب وغير مناسب، زي ما الرسول بولس كان دايماً بيوصي تلميذه تيموثاوس. اللي عاوز أقوله أني كان من ضمن المؤثرات اللي في حياتي وأنا صغير، كنت أبص على زمايلي في المدرسة، كنت أبص على الناس اللي من سني اللي بتتحرك واللي بتروح وتيجي لوحديها وبنفسيها، لكن كان وراء كل نظرة أنا ببصها الله عنده تعويض إلهي، الله صاحب القوة والقدرة الغير محدودة اللي بتعجز فيه يد البشر، واللي بتقصر بيه يد البشر اللي متعرفوش تعمله يد الله الصالحة اللي دايماً بتعمل لخيرنا ولسعادتنا. يعني أنا لا أنسى وأنا طفل صغير لما كانوا دايماً يشجعوني وأنا رايح المدرسة، واحد شايل الشنطة، واحد مسندني، وقد تكون الظروف دياتي مش عند حد بيمر بيها النهاردة كد ما كنت أنا بمر بيها في مراحل صعبة، وكد بلد أغياف
وكد الناس اللي بتقول وقال وعدنا، لكن رغم ذلك الله كان دائما مترفق برحلة حياتي لغاية اللحظة اللي أنا فيها دلوقت. الله دائما هو المسؤول عني وعن كل خطوة أنا بأخطيها، وكل خطوة هو دائما بيدبر أموري بطريقته ويدبر كل اللي أنا مش عايزه، بس زي ما قال كتاب فيام لإلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. اللي عاوز أقوله النهاردة إن قد يكون فينا ناس ما عندهاش عقات ولا معطلات زي اللي أنا كنت فيها، لكن عندها تذمر، وده مش صح. عايزين نتأكد كويس إن الله لما بيسمح بالإعاقة عنده تعويضات لا حصر لها، لكن في نفس الوقت المفروض نكون شاكرين في كل حين، شاكرين في كل شيء، على أي أساس؟ على كل بدهونا، لأن كل أموره عظيمة وكل أموره عجيبة، أعماله تفرح، أعمالك عظيمة وعجيبة إلى التمام. أعمال الله كلها الخير الإنسان، وأعمال الله دايماً لسعادة الإنسان، لكن الإنسان دايماً اللي عايش في التعاسة بعيد عن المسيح، واللي عايش بعيد عن معرفة الله وبعيد عن كلمة الله دايماً في تعاسة إلى أبد الأبدين. أنا لا أنسى مواقف مشجعة لي وأنا كنت يمكن سن 10 سنين، وكان في كنيسة في البلد عندنا جماعة أجانب علشان يعملوا حفلة بمناسبة عيد الأم، فطلعوني على المنبر وخدوا معايا صورة تذكارية، وكنت حافظ قطعة محفوظات من الكتاب المقدس، ودي مش قادر أنساها أبداً أبداً أبداً، اللي هي بتبدأ في إنجيل متى أصح 5 عدد 21. دي كنت حافظها صم على من قلبي، والجماعة دول شجعوني كديه، وهم كانوا حاضرين الحفلة دول لهمات وصوروا معايا، فدي كانت أمور من ضمن المشجعات ليا وأنا في مرحلة طفولة وفي مرحلة ألم وفي مرحلة تعب، لكن كل ده كنت بنسى ألمي، كنت أنسى تعبي، كنت أنسى كل مضايقات ليا. مو مشجعة ليا أنا من ضمن أسرتي، أشكر رب من أجلها أني ارتبطت بشريكة الحياة أخت فاضلة من 27/1/2005، ومعايا 3 أولاد، إسحاق 3/12/2008، صميل 5/9/2010، ماسيو طفل الصغير 23/10/2014. بيت يعيش في هدوء تام، يسمع لكلمة الله، يتمتع بالاجتماع اليومي وبعلاقة وشركة مع الله طوال الطريق. أخواتي من ضمن الناس المشجعين في القاهرة، كل واحد في مكانه. لي أخواتي الكبار 2 في عزبة النخل، واحد في اجتماع الإخوة في عين شمس. أخواتي اللي في البلد كلهم في الاجتماع معايا. دي أمور مشجعة ليا وأمور لا تنسى أن أنا زي ما قالت وحدة زمان، إنما ساكنة وسط شعبي، وسط شعبي. لما يكون مهندس بيصنع الكوبري، قبل ما يعمل له افتتاح للكوبري عم يوضع على الكوبري الحمولة بتاعته كام طن، 100 طن 200 طن وهكذا.
إن كان المهندس خوفا على الناس وخوفا على العربيات اللي هتعدى على الكوبري بيحط حمولة، بيوضع يافطة على الحمولة بتاعة الكوبري علشان أقل منها ممكن تعدي، لكن أكبر منها كيلو واحد ما تقدرش تعدي. فبالأولى جدا الله الحكيم اللي معطي كل واحد فينا يسمح لينا بألم، يسمح لينا بضيق، مديله مجايسة بمدة معينة بحمل معين قبل ما بيديه للإنسان. وده أمر مشجع لينا، حتى كاتب سفر رؤيا الرسول يوحنا يقول لنا لك ضيقا 10 أيام. حدد مدة الضيق وحدد حالة الضيق. وأنا عايز أقول أن قد يكون لينا ضيق، لكن نتأكد كويس أن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى. رب يساعدنا ما نكونش ناس متذمرين، لكن يساعدنا ويشجعنا على قراية الكلمة ومواظبة الاجتماعات وخدمة الرب وخدمة القديسين، وخاصة في كل واحد اللي في ظروفه صعبة، اللي متألم، اللي مريض على سرير نومه. لما بيلاقي واحد مشجع ليه، واحد بيساند ليه، بيبقى من نوع التشجيعات والنوع اللي يدي دفعة للأمام إنه ينسى ألمه وينسى حزنه. سمحت عناية الله لواحد كان عزيز على قلبي وكان متألم، فكنت أما أسمع أخباره من بعيد عنه أبكي، قلبي بيبكي من جواي. طب أروح أقول له إيه؟ وإلا أن أنا اتفاجأت وأنا دخل عنده لقيته مشجع وفرحان مبسوط. ابتدى فرصة الترانيم، ابتدى فرصة الشكر، شجعني، هو كان من ضمن المشجعين ليا. وديات يا حبايب اللي عاوز أقوله النهاردة، واللي عاوز أقوله لكل واحد متألم، إن الله دائماً من وراء الألم بيدي مجد. قد يكون سمحة العناية اللي هي فقد عين، فقد أذن، فقد ثقيل اللسان، فقد دراع، فقد رجل، فقد أحد عضو من أعضاء جسمه. اتأكد كويس كلام للمؤمنين برضو، إن رب يسوع لما هيجي هتتغير الأجساد، هنكون مثله لأننا نراه كما هو. هتكون أجساد ممجدة، الأجساد الترابية دي هتعدي وهتنتهي، لكن الجسد الممجد ده اللي هو الدائم لنا، وده اللي بيشجعني وأحب أشجع بيه كل نفس متألمة. لا أنسى مرة من المرات اتقابلت مع شخص كان سمحت العناية الإلهية في حرب 73 وفقد أحد أعضاء جسمه، فعم أقول له إيه أخبارك بين بعد ما أنت فقدت أحد أعضاء جسمك وقبل؟ قال أشكر ربنا، فقدان ورك كله ده وعايش ولابس جهاز زي البطر كده، ده كان سبب بركة ليا وسبب تشجيع ليا. ما كنتش أعرف ربنا، عرفت ربنا من خلال حادثة. ما كنتش بروح الكنيسة ولا صلي، وضبت على الاجتماع وبصلي وبقرأ في الكتاب. فقد يكون الله ليه خطة في حياة كل واحد فيه، يسمح ليه بضيق، يسمح ليه بمرض، يسمح ليه بفقد أحد أعضاء جسمه علشان من الناحية التانية يتمجد اسم المسيح. المسيح فيكم رجاء المجد، لازم يتمجد. في كل الحالات الله دايما بيبقى الغالب، وفي كل الحالات الله هو اللي دايما واخد صورة الانتصار ومش ومنتصر، وكل إنسان يرتبط بيه يصبح واحد من المنتصرين، زي ما قال له شعبه زمان: طوباكم يا شعبا منصورا بالرب. كل نفس متألمة هيعد الألم، كل نفس متضايقة هيعد الضيق، كل نفس حزينة هيعد الحزن والكآبة، لكن ما دائم إلا واحد بس، يسوع المسيح، هو أمس واليوم وإلى الأبد. يدينا معونة نتشجع بيه وننتسك بيه ونكون لغرضه ونكون لفكره إلى أبد الأبدين. أمين.